قطر ومحطة وركاب، لقا وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب، صفين وكلنا في طابور، كله في أوانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. في السكة مش غلطان، وزنه بأشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة ما متعددة الأسباب. في السكة مش غلطان، وزنه بأشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك أضعاف، صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. السكة مين مش غلطان، وزنه بأشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. في السكة مين مش غلطان، وزنه بأشكال وألوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقا وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب، صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. ايه؟ إذا حضرة الشياطين زهرة الملائكة ولا ايه؟ لمار! عمر انت رايح على فين يا حبيبي؟ لمار! استني بس. جراي انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمة؟ بس ايه ده؟ مش دي البيت اللي انت كنت بايت عندها؟ الله يخرب بيتك يا عمي. لمار! لمار! بص يا حبيبي معلش، رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه؟ ليه؟ بقول لك دي فاهمة غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا تعالي. تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر؟ بقى انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جري، تعمل كده فيا؟ فيا يا بنت انت؟ فيه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي، احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السوعية اللي انت فيها دي؟ سوعية ايه بس يعني؟ ربنا مش يا عمر، بس ايه يعني؟ هي حلوة يعني. سكري فمك واطلعي من غير ولا كلمة. ماشي ماشي. يا ستي حل عني بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا حبيبي انت بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو؟ لا بصراحة ما يرضينيش. في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس، ما عندهمش نظر. طب ما تقول له أي حاجة من كلامك الحلو ده. حلو هو في أحلى من كده؟ ما هيسيب لكم الأوضة تريحوا فيها حبة. ليه يا حبيبي بس؟ أنا عايزة أفهم مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. ما أنا سايباك في حالك غير لما أعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل إيه. وأنت مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا إزاي؟ جرى إيه يا عمر؟ جرى إيه؟ يا اخي بالراحه عليها، دي برضه حنينه وما تستاهلش. والله يا عم ده عسل. والله انت اللي عسل. الفيسبوك ما تعملي لي اد. ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين، اعمل لكم بلوك. يلا يا بت، يلا يا بت من الاتوبيس ده، انزلي يلا، انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر، انا ماشيه، بس خليك فاكرها. سلام. سلام. هروح اوصلها. يا خالو ارحمني بقى، ارحمني بقى. خالك؟ وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني، ده وقته، ده وقته، ده وقته. عمك، عمك. ارحمني انت. ادي ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائب، وجت في وقت مش وقتها خالص، بوظت لي الدنيا مع لمار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه، رست ايه بس؟ لا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا الثانيه. الاولانيه لمار. رمار. لا تستاهل، رمار دي تستاهل. لمار. لمار بس خلاص. هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده؟ بالعكس، اللي عملته البت الاولانيه. الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانية المجنونه اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانية تلف حوالين نفسها. اسالني انا ازاي يا عم رشدي يا باظ؟ اقول لك ازاي. البت اللي بدرت عليها بالشعنانه بتاعتها، التانية كلت في نفسها وفي قلبها، طلعت كل اللي جواها، حست انها انكشفت، هوب جريت. قصدك انها غارت؟ ايوه. خد من عمك. انا خبره. وقفي. اديني وقفت يا متعب. قول لي بقى عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ تبقى تهربي مني واسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك، والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح، ما صار لي شيء، بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته، كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراها ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش؟ انت يا لمار؟ ايوه انا يا متعب، ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبقى انت جبت اخرها يا بنت عمي. هو انا ليه يا بنت حاسس اني سقطت كده وفشلت كالعاده؟ يا اخويا راح اجازه عقبالي يا رب، ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال، واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا. طب بقول لك ايه يا باريزه يا اختي؟ ايه؟ قلبك ده هياكلنا وشربنا يا اختي بطلي نقك ده، ريحها حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. ريح انت يا اخويا وخف ويلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا ثواني، المكنه دي مش نصفاني على طول، لازم اجيب عربيه بدلها. بس كفايه كده النهارده عليك. تعبتي ها؟ اتقطع. معلش بس هتحتسني. ثواني هغير ونتحرك بسرعه بقى عشان ازهق. اوكي. على فكره الحاجات دي هنا ممنوعه وفيها غرامه كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا ما هو هنا اي حاجه مضره بالصحه ممنوعه. بسيطه نشربها بره. وانا لما عرفت ان سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري، اكتشفت فجاه ان انا عضو في النادي ده، فقلت اجي اتمشى مع سعادتك وهو بالمره برضه نتكلم براحتنا. انا عايز اعرف يا دكتور انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه واتشكرت لك، في ايه تاني؟ يا ريس الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني ايه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمه زمان دلوقتي بقى له قيمه. يعني ايه بقى؟ يعني الحكايه كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر انها برأته وانها قالت انه كان بايت عندها ده موضوع تاني. ده خبر كاذب وانا لا. سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك انك تقنع الناس انه مجرد كذبه من خصومك. انما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس هتعرف انه حقيقه مش كذبه، وهيعرفوا ان بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذه. ده ابتزاز وانا ارفضه. مش من حقك في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي من حقه يقبل او ما يقبلش انا يا ريس مش انت. يعني ايه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني اقبل، ما عجبنيش ما اقبلش. وطلباتك ايه؟ اهو كده الكلام. انا اقول لسعادتك طلباتي بقى. ايه ده، مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ انت تعرفين؟ بقول لك انا افتكرت مشوار مهم جدا لازم اروحه. ماشي يا بنتي، مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين ايه؟ معقول اول ما تشوفيني تجري كده؟ انت شفتني ازاي؟ بقلبي. وانت ما تعرفيش ان اللي بيحب ده بيشوف ان شاء الله بقفاه. يا سلام. طب عايز ايه دلوقتي؟ ما اوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف لو في جديد نشتري، مفيش خلاص. لا صحيح، قول لي، هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ انت قصدك على ربيع رجاي؟ لا، ده واحد من ضمن الغلابه اللي اعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينبض من الحب جامد. انا اللي اقول. ايوه، انا لو عايزه يبقى ريس هيبقى ريس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد، مش وسعت منك حبتين دي؟ ولا وسع. بقول لك ايه؟ احنا هنضيع الوقت في الكلام. ما انت يلا. انت هتفكري، يلا. أنا بجد مش قادرة أفهمك. أنا عملت إيه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه أوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش أي قيمة. صفوة، مفيش حاجة توجع الراجل قد إنه يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها. مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقة. تقدير مشاعر وحب وحاجات حلوه تملى بيها كل حته فاضيه جوايا، وترجع لي الثقه في حاجات كنت خلاص قربت انساها. انا هشتغل ليل نهار، هاخد شيفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم ان اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض بجد يا صفوة؟ يعني هتقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في أي وقت احنا نختاره. ألف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميلة زي كده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسية الزيادة دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا، أنا زي الفل. يا تينا أنا عايزة أفهم أنت ليه مش بتتجوزي؟ اتجوز تاني؟ حرام عليك، كفايه مره واحده بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مين يتمنى واحده زيك. شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عيال وزهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصة أفكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا أنا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيرة الراجل ده تاني خالص. بقول لك إيه، عارفة إيه المشكلة السودا؟ إن أنا فاهماكي كويس جدا. لو أنا مش فاهماكي كنت قلت أنت وقعتي من زمان. إيه؟ وقعت؟ إيه الكلام اللهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. أنت مش شايفة نفسك ولا إيه؟ أنا كل ما هنالك إني ما بحبش الناس تظهر في صورة مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه؟ عايزه افهم. وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خلقها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي لي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي دعوه. على الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مامي مين؟ مش عرفنا انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ يلا. انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره. يلا يا ماما. ماشي. يلا ماشي. طيب ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي جبن بقى. ده انا مين؟ هو انت؟ مساء الخير. انا في شحمي ولحمي وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرق نفسي. انا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي؟ ده انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضلوا 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 اتفضلوا. خليك حلو انت. انا حلو. ما تبصيش انا. اتفضل. تبقي اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحة. مش بعيد تعمليها يا ميار هانم وبرضه هتجوزها. انت يا بنتي حد مسلطك علينا. ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا ميار هانم وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعمل لك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم وألعابكم ومؤامراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم واحنا ولا احنا حاسين بحاجه؟ سيبك منها، ديت هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هانم. ده شكله اتعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى. معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مرعوبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر يا عم بيهزر. بيهزر بيهزر. اصل انتوا ما تعرفوش عملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش خلاص، ما بقاش ينفع. طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا؟ ما انا عمال اقول لك من الصبح. حاجه حلوه. انا عمال اقول لك ادخل ادخل. يلا 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 حبيبي. حاجه حلوه. هتتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو، جميل جميل عمو. يلا يلا يا عمو يلا. فين يا حبيبي؟ هنا. عمر مش عايزاك تتصرف في اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي إيه؟ لا دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده شر طرده. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. أنا بخاف قوي من الحاجات المستعجلة دي، وأنا راجل ما بحبش أضيع وقت. نقول مبروك. أنت واقف عندك بتعمل إيه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. طب ماله يلا. يلا. أصل متعب يا عمر حطك في دماغه، مش كل مرة تسلم. تاني بصراحة يا عمر لمار عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفاية اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا ابطال، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه؟ حاجه ايه؟ اني بحبك وعايزه اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها. ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنا الى الله تبنا الى الله. وهي تبنا الى الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بالهداوه يا تينا، خلينا نسمعه. هداوه ايه بعد اللي سمعته منكم ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويأمن روحه وخلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا، صح، لازم تأمن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه، وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه فهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي، تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اهي يا اخويا انت مالك رشاها فاتحه على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربط من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغالية. مش برضه صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه ياما بس هو يعبر مين. صدقني انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضية. سعاد مين؟ مش فاضية. ربنا يكتر اشغالك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طالب مني اوراق كده اهوت، بس انا سايبه ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا اخويا ينوبك ثواب، اول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضيه هتعدي عليك، وتدي له الورق ده في ايده. امانه عليك يا سي صلاح، فوتك بعافيه. سي صلاح، البت سعاد مش فاضيه بتفهم ومسقفه قوي. انت فين يا بت؟ ده انا خلصت علبه السجاير كلها يا بت. الزبون طلع ايه خفيفه؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجاله سايبه بعيد عنك. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل. المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايزه اسالك على حاجه. اسك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاك واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليها يزوخ. سكند هام بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها جوه الدموخ كده ولفتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول، حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بينا يا اخويا احسن يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه. يا واد الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده مش عارف. ماشي يلا بينا. جاهزه؟ على الاقلاع. يلا يلا يا اختي. خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقه مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكم عنده مشكله تخلي عمليه الانجاب مستحيله. مستحيله؟ طبعا مفيش حاجه كبيره على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود امكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش امل خالص؟ هو انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا سنه وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكم غير انكم تعملوا حقن مجهري. مفيش أي علاج تاني ينفع؟ أنا قلت لكم المفيد وأنتوا أحرار. والعملية دي تتكلف قد إيه يا دكتور؟ إحنا بس نتفق على العملية الأول وإن شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفاية بقى، كفاية، أنا مش مستحمل. بقول لك أنا ممكن أبيع الدهب بتاعي كله. دهب إيه بس؟ أنا مش ده اللي شاغلني خالص. أمال عمال تحسب إيه من بدري؟ عايز ياخد مني عينة في برطمان، تيجي إزاي دي؟ انت مالك رايق قوي. يا سلام، دي مصيبه، انت مش فاهمه اي حاجه. بس بس تعالوا تعالوا. ايوه كده، فكيها شويه، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفه ان الدكتور قال لي ان انا مستحيل ان انا اخلف. ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوه. وطبعا قال لكم عملوا عمليه حقن مجهري، وقال لي العمليه دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونه. أنا أختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي إيديه فيها الشفا. مين ده؟ ها يا دكتور، طمني، ايه الاخبار؟ قول لنا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه، انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف، هي مدارس، في دكاتره بتحب تلجأ على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبه نجاح. انا من ابوه 10%. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله. احنا هنبدا بالعلاج، منشطات وحوار منشطات لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا يكرمك. دكتور، هو لو عمليه الحقن المجهري دي مضمونه؟ احنا ممكن. انت عايزه تكلفي الراجل وخلاص، خليه يجيب لك هديه بالفلوس دي يا ست احسن. ايه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب ان شاء الله خير. على اذنكم. يلا بقى سمعونا اخبار كويسه كده في الايام السوداء اللي احنا عايشينها دي. احنا ان شاء الله هنعمل حاجه على الضيق كده في البيت، ويشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره؟ ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجه حلوه على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. الف الف مبروك. بقول لك يا دكتور، ها ايه بتقول ايه؟ نفس الاسم. في ايه يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور، خلاص لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتعالج عندي وفاهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش أخلاقه. الكشفين بنفس الاسم. اتفضلي حضرتك تأكدي بنفسك. إنك تعشق بجنود حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام لحالي معاك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنود حالي معاك، أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بحنون بجنود. بجنون يا حيوان، بجنون انك تعشق. شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزاله رايقه. ايه القرف ده؟ انت كسبتني نيله، فصلتني. لا مؤاخذه يا قبطان، انا قلت بس اشاركك اللحظه الجميله ديت. شاركني اللحظه ازاي؟ انا على اساس انك خطيبتي مثلا؟ احنا نطول يا دكتور، ده طول. انت كمان حمار ومش فاهم. ياد ما ينفعش، يخرب بيت تحتك. لا مؤاخذة يا قبطان، اصل النهارده حوريه هبطت عليا من السما. حوريه؟ اه حوريه، ولطشتني بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئه؟ وايه البقين اللي لطشتهم لك الحوريه؟ قول. هي بصراحه اسمها انت كمان نسيت اسمها؟ اخلص يا ابني، انا مش فضيله. يا سعاد مش فاضيه يا ابن الفاضيه، وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيله؟ وبصراحه قبطان، قول يا صلاح، سايبه المرسال ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه، وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل ولسه الحلو عيونه ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلو عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصه الفنان هاني شاكر؟ ايهاب توفيق؟ ايهاب توفيق. مراسيل قول لسه الحلو عيونه مش حاسه. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، هنقعد نغني. يلا النسكافيه بتاعك يا استاذه. ميرسي يا فاضل، انت على طول كده حاسس بيا. انا اهم حاجه عندي راحتك. الله حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف، انا رايحه. وانت بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سلمى. عارفه انا بفكر في حاجه، يعني بقول اروح لبابا وخلاص بقى احكي له على كل حاجه. مش لوحدي، رجلي على رجلك، هنسافر له سوا. عمر وحشتيني. ايوه كده، فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا جدا جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا لا يكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكاباله مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر. احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه وبعدين بقى، مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر خلاص، يبقى احنا نروح لبكره. ماشي ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي حياك الله. اجيب لك قهوه يا دكتور؟ لا قهوه ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سلام، يلا حبيبتي يلا حبيبتي، نركز في الشغل. يلا يا ماما، يلا يا ماما. مدام هالة 5 دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا حسن. يا اخويا اقفل البتاع ده، الصوت واصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقتي تنساني يا دكتوره. انت بتصمتي على الدكتور يا حنان؟ بيتك يا صلاح، وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ لما وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحت. اتفضل. ثانيه واحده يا فندم بس، الممرضه تاخد البيانات من حضرتك. اسم حضرتك؟ ايه يا صلاح انت ما عرفتنيش؟ انا لمار. يا خبر اسود يا فندم. لا مفيش حاجه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا استاذه لمار، اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوه؟ طب حاجه ساقعه؟ طب اي حاجه؟ اتفضلي. ايه مالك 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 يا صلاح، انت مخضوض كده ليه؟ لا مش مخضوض ولا حاجه، اصل المفاجاه بس. 5 دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير ايه؟ شكرا حسن لما ادخل له. حاضر حاضر، استرها معانا يا رب، استرها معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقتي خالص، مش طالباكي، انا عايزك تركزي مع اللي دخلت ديت، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استرها معانا يا رب. 5 دقايق، ثانية واحدة. ابتزاز رخيص أنا لا يمكن أقبله. يلا يا بت، يلا لمي حاجتك، يلا مش هتطلعي بره، بره بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحة. يا أخويا تف من بقك، فضيحة إيه كفل الشر؟ هو لو أنا غرضي فضايح كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا، ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعة حضرتك. بس ايه بقى، الفضيحه هتبقى للركب. ركب ايه يا بنت انت؟ ركب ايه وفضيحه ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سمكيه انت؟ الله، اسمي باريزه. هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزه تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انت؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش، ولا قفلت الباب في وشك، ولا جبت شويه عيال يرموك في الشارع، عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشره. عشره ايه يا حبيبه انت؟ عشره ايه؟ دي ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا بألف ليله وليله. ألف عفريت اما يتهبب على دماغك انت. وعربيتي يا بت؟ عربيتي فين يا بت؟ لا، ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايله لي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ اه يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن. كلمت الوليه اللي كلمتك، قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها اه، انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا، ماشي يا جدعه جدا، بحياة امك بحياة امك يا جدعه بسلمك للبوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك بردك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده. انت طلعتي لي من اي داهيه يا بنت انت؟ طلعتي لي من اي مصيبه؟ نعم. انا اسفه يا دكتور، اصل الهانم مستناك من بدري. بدري ايه؟ مش شايفه معايا كشف؟ معلش يا عمر انا اسفه، انا اللي قلت لها بقول لك. لمار إنها مستاهلة أعمى، واللي على ستر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة، وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. اللي قالك إنها مستاهلة أعمى، واللي على ستر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة، فتح يا عليم تقل الحساب القديم. اه يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صاب سليم. اللي قالك انها مستاهله اعمى، واللي على صدره واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ سامحه وفوتله، خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. اللي يحبك حبه وسامحه، حبه وسامحه وفوتله، خلص أول بأول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. واللي سامح كريم. فتح يا عليم تقل الحساب القديم. اه يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صاب سليم.